Bonjour tout le monde, je suis j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la parce que je suis malade un peu. Mais, alhamdoulilah, ala kulli hal, ana lyoma jit koum la recette ta el ma'moul. Chofou wasfa bzaf sahla, ma fihach kamel bzaf les ingrédients. Ou yji ta3rfou ydoub fi lfom, ou zid haja ma yjich kamel nashef. L'ashkal drt yani haka ala mqrot, ou tani drt haka mdourin. Qolt lkom yji bzaf mlih ou ydoub fi lfom, yani ma rakomch rayhin tnedmou alih. Ou ma fihach kamel bzaf les ingrédients, yani بابيض وزبده واسمه وسكر غلاس والفارينه هذا ما كان يعني ما فيهش حاجه كبيره فوالا وسهل بزاف يعني كيش حد يديروه انا اول حاجه نبداو بالمقادير ديالنا عندكم 125 غرام تاع زبده ولا مارغارين مغرفه لافاني عندكم التمر كنت عجنته كامل نحيت له كامل هذوك العظيمات هذوك درت له شويه زبده وعجنته وعندكم حبه تاع بيض وكاس تاع سكر غلاس هكذا تاع لاتاي وبيان سور الفارينه حتى تلموا لاباط ديالكم هنا اول حاجه راني حنخلط البيض والسكر والزبده ديالي ومن بعد راني حنزيد الفارينه ولافاني راكم تعرفوا هذا ما كان حتى نتحصلوا على عجينه يعني ما تجيناش متلاصقه في اليدين هذا ما كان يعني ساهل ماهل سينو على الشكل قلت لكم درت على الشكل كيما ديروا المقروط درت يعني شغل حربوش هكذاك وفتحته ودرت له يعني حربوش واحد اخر تاع التمر يعني بزاف بزاف ساهل الشكل وزيد شغل ما فيش حاجه كبيره قلت لكم سينو لا كونتيتي حتخرج لكم يخرج لكم قي سنيوه معمره واحد فحمد الله ما على بالي تعرفوا والله غير ما حسبت المهم سنيوه معمره معمره يعني المهم يعني شي وحده اذا حسبت ولا تقولي في كومونتير شحال حيخرج لها الشكل ماشي ضروري ديروا كيما انا قلت لكم تقدروا ديروهم مدورين اللي ما عندهاش الوقت ديرهم مدورين يجيها سهل اكثر سينو ديروهم هكا على شكل مقروط انا حبيت نبدل هكذا نديرو زعما في مقروط جاني بزاف شباب شغل عجبني كيفاش جا هذا مكان تشوفوا كيفاش درت يعني راني الطريقه اللي نوريها لكم هنايا فتحت مع الاول بيدي ومن بعد درت بالحلال ومن بعد واش ديروا له ديروا له حرابش هذوك تاع التمر اللي قلت لكم عجنتهم مليح نحيت لهم كامل العظم هذاك ولا اون سي جامي ناكلو ولا يحصل نفسنا لنا و ايفيكتيفمون لقيت بلوزيغ عظمات لقيت الدنيا عظمات الداخل هنا يعني حنقطع في لي كوتي نسقم كامل لاباط تاعي راكم تعرفوا نسقمها كامل في لي كوتي باش يجيني شباب يعني المقروط ديالي يعني المعمول ديالي باردون هذا ما كان فوالا ونغلق عليه ونقطعو يعني هذه هي الطريقه اللي درتها وشعلت الفور ديالي الافونس شعلته على 170 درجه شعلته خليتهم شعلته على الافونس فوالا باش يسخن الفور ديالي تعرفوني بحب تخطخا كاع عيتيك سمحوا لي على لافوا ديالي انا كي المعزه المهم هذه هي البنات ونقطعو ونديرو في الفور تاعي هذا ما كان خليكم تكملوا مع الطريقه شوفوا طابوا لي شويه بزاف نسيتهم كدبش عليكم كنت نهضر في التليفون نسيتهم كامل حتى شميت الريحه قريب حرقتهم مي سلامات لحقت معاهم الشعره تحمر ما تحمروهمش بزاف وعلى جوغ شويه برك ولي تحبهم حمرين بزاف تحمرهم بيان سور مي يعني تقدروا تخلوهم تاني ماشي محمرين بزاف شوفوا هنا كي يكونوا سخونين نحكم العسل فوالا عسل هكاك ثقيل ودرت هنا شويه جوز رحيتو تقدروا ديروا كاوكاو اللوز نورمالمون كان اللوز كاوكاو كم تعرفوا المهم مكسرات وخلاص انا جوز بالبنسو مي فيو كو لو غاتو ديالي كان سخون صافي تمتم شرب العسل هذيك جوز له يعني شوفوا جوز له كامل دوكا يعني شرب كامل العسل مي كي درت له الجوز من الفوق زدت عاود جوز له بالعسل باش يلصق هذاك الجوز ديالي يعني جوز له دو فوا بالعسل فوالا عاديه ما يجيكمش كامل ناشف تعرفوا شغل يجي شويه مشرب ماشي معسل يعني شغل مشرب يطري هذاك العسل بزاف يجي هايل
ودرت له قلت لكم الجوز من الفوق، هذا ما كان يعني بزاف ساهل، وكما نقولوا ما فيش يعني تعب بزاف. واكم تعرفوا العيد لازم نديروا الفال، لماذا ما دارتش الفال غير تنوض دير الفال؟ ما كاش كيفاش يعني نديروا عيد بلا فال، هذه هي ندوزو عيد بلا فال. شوفوا يعني الطبسي ديالي شحال جا الشباب، شهيتكم في الجنة دايوغ اللي درتوهم، بعتوا لي لي فوتو سور انستغرام. المهم انا نقولكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لي جيم وادخلوا لي كومونتير. باي باي.